تبذل الدولة جهودا حثيثة للاهتمام بالتعليم التكنولوجي وإنشاء الجامعات التكنولوجية التي تشتمل على برامج مختلفة تخدم سوق العمل. وتعد جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من هذه الجامعات التي أنشأتها الدولة مؤخرا بهدف ربط التعليم بسوق العمل. اهتمام ملحوظ من الدولة والقيادة السياسية في الفترة الأخيرة بالتعليم التكنولوجي وإنشاء الجامعات التكنولوجية التي تشتمل على برامج مختلفة تخدم سوق العمل في تخصصات هامة ونادرة. جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من هذه الجامعات التي أنشأتها الدولة مؤخرا بهدف ربط التعليم بسوق العمل، حيث قامت مؤخرا بتنظيم معرض لأعمال الطلاب خلال العام الدراسي. الهدف النهاردة من المؤتمر أن احنا ربط سوق العمل واحتياجاته وتلبية احتياجاته من خلال استطلاع رأي أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات لمتطلبات ومواصفات الخريج في الخريج التكنولوجي من الجامعات التكنولوجية. على هامش هذا المؤتمر بيتم عرض ومعرض لإنتاج الطلاب، وكمان في مؤتمر التوظيف بحيث أو ملتقى التوظيف بحيث إن احنا يكون عندنا قاعدة بيانات للشركات والمصانع والطلاب الموجودين، بحيث إن الطلاب بإذن الله يكونوا موجودين اول ما يتخرج الطالب يكون عنده فرصه عمل باذن الله لتحقيق احتياجات سوق العمل. احنا هنا عندنا في المعرض النهارده بنبدا ان احنا نعرض البروتوتايبس للماكينات بتاعه الغزل والنسيج. لاول مره في مصر احنا بنبدا ان احنا نصنع الماكينات بتاعتنا. احنا طبعا عملناها على سكيل صغير جدا بحيث ان الطالب يوصل له الفكره او المعلومه، ياخد النولج من الجامعه يبدا ان هو يطبقها وياخد المعرفه ويدرس النولج اللي احنا اديناها له عشان يحولها لسكيلز ويبدا ان هو يطبق الكلام ده كله على ارض الواقع. فبالتالي احنا بدانا ان احنا نصنع في الاول بروتوتايب صغيره على برنامج السوليد وورك، وبدانا ان احنا نجمع الاجزاء، وبعد كده الطالب اوريدي طلع منتج فاينل برودكت يقدر بعد كده ان هو يتعمل بسكيل كبير. احنا هنا بنعلم الطلبه ازاي يواجهوا سوق العمل، ازاي يعملوا بعض المنتجات بايديهم، ازاي يعملوا بعض المنتجات الصحيه تناسب بعض الاشخاص زي الاطفال مثلا، بالنسبه للاطفال وخاصه الاطفال اللي بيجي لهم تسوس الاسنان، سكر الدم وغيرها، كذلك بعض الاغذيه المناسبه لمرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى حساسيه الجلوتين، مرضى حساسيه اللاكتوز وغيرها. المعرض يضم منتجات للطلاب من صناعه الملابس الجاهزه والمنسوجات وتصنيع مكن للغزل والنسيج، الى جانب منتجات التصنيع الغذائي والالبان وغيرها من المنتجات التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق بل تفوقها في الجودة. هنا واخدين ازاي نمشي على نظام غذائي اللي يناسب بعض الامراض، وبعض امراض زي مثلا الضغط وامراض السكر، وتصنيع والغذاء يناسب جميع الفئات. هنا من البداية احنا خدنا الفكرة، كان عندنا طبعا مشاريع تخرج في الترم الاول، جت بداية فكرة مكان دي مكنة عبارة عن مكنة تسليه مباشرة. المكنه دي فكرتها جت من الارض الواقع. في الاول احنا كنا شفنا المكنه وقلنا ممكن نعمل لها تصميم بطريقه معينه. المكنه دي فكرتها اللي هي بترص البكر الصغير ده على المطوى الكبير عموما. سوق العمل حاليا بيكون عاوز طالب يكون مؤهل لسوق العمل، عنده اكسبيرينس كتيره قوي ان هو يتعامل مع اي ماشينز، يصلحها، ازاي يكتشف الفيلير بتاعها ويعمل لها عمليه مينتيننس. ده الغرض من الجامعه التكنولوجيه في سمنود، ان هي بتاهل الطالب يكون مواكب بالمعلومات او يكون مواكب سوق العمل باحتراف وباتقان. جامعه سمنود التكنولوجيه تعمل على تاهيل الطلاب ليكونوا كوادر قياديه تقود الثوره الصناعيه والتكنولوجيه في مصر خلال السنوات القادمه.